يا عباد الله، نحن في غفلة عن هذه الفضائل الكريمة في هذه السورة العظيمة التي سميت بسورة الإخلاص، فيها إخلاص العبادة وإخلاص التوحيد لله عز وجل، وهذا أشهر أسمائها. فيها إخلاص لله عز وجل، وفيها تخليص لصاحبها من الشرك بالله والكفر، وتخليص له من نار جهنم، وفيها تخليص له من النفاق. ولقد سميت بأسماء أخرى، سميت بقل هو الله أحد كما سمعت ذلك في الأحاديث، وسميت بالتوحيد لأنها تدل دلالة واضحة على وحدانية الله رب العالمين وانفراده بالعبادة، وسميت بسورة الأساس لأنها أساس الدين والعقيدة وأساس الإسلام الصحيح، وسميت أيضا سميت بسورة التجريد لما فيها من تجريد لله عز وجل، لما فيها من تجريد التوحيد لله ولنفي صفات السلب عن الله عز وجل، وسميت بسورة التفريد لما فيها من إفراد الله عز وجل، وسميت بسورة المعرفة لأن من أراد معرفة الله حقا وحقيقة فإنه سيجدها في هذه السورة، وسميت بسورة الولاية فمن حققها فهو ولي الله رب العالمين سبحانه، وسميت بسورة النجاة فمن حققها نجا في الدنيا والآخرة، وسميت بسورة البراءة فإن فيها براءة لصاحبها من أضرار الدنيا والآخرة، وسميت بسورة الصمد لامتيازها على غيرها من سور القرآن، فلم يذكر هذا الاسم لله عز وجل إلا في هذه السورة من كتاب الله عز وجل، وسميت بسورة النسبة لأن المشركين وقيل اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا انسب لنا ربك انسب لنا ربك، فقال فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه السورة، إذن هي نسبة الله وهي صفته العظمى سبحانه وتعالى. وسميت أيضا بسورة المانعة لأنها تمنع العذاب عن صاحبها، وسميت بسورة المذكرة لأنها تذكر بحق الله الأعظم، وسميت بسورة المحذرة، وسميت أيضا لأنها تحذر الناس من الشرك بالله عز وجل ومن التقصير في حقه، وسميت أيضا بالمنفرة التي تنفر عن الشرك بالله، وسميت أيضا بسورة النور لما فيها من نور الله عز وجل المتجلي ولما فيها من العظمة الإلهية، وسميت بسورة الأمان فمن جاء بها أمين في الدنيا والآخرة، من حققها أمين في الدنيا والآخرة، وسميت أيضا بالشافية فمن استشفى بها شفاه الله عز وجل، وسميت أيضا بالمعوذة وقد قرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع المعوذتين مع سورة الفلق والناس واستشفى بها عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، إنها سورة عظيمة بدأها الله بقوله في كتابه الكريم قل هو الله أحد، أي قل قولا جازما معتقدا لما فيه معترفا به رافعا به صوتك، لا تستحي من هذا القول قل، فإن الله هو الذي قال فيا رسول الله قل هو الله أحد، وهو إشعار للأمة أن يقولوا بقول الله، فالله هو الذي قال عن نفسه وأفرد نفسه ووحد نفسه سبحانه وتعالى، فنحن كذلك، قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، لا إله إلا هو